اللي بنسمعه في الاعلام. المؤتمر ده بيختلف شويه عن المؤتمرات الثانيه انه مؤتمر دولي. يعني فهل يعني الحريه هتبقى اكتر يا فندم؟ هو ده اللي انا عايز اساله لك، الحريه هتبقى اكتر ولا طبيعه الموضوعات وطبيعه القضايا اللي هيتم مناقشتها هتفرض نمط معين في النقاش وفي الحوار؟ انا بتهيالي مساله التنميه المستدامه هتدي حوار. صحيح. القضايا الفكره اللي هي حوالين الارهاب وحقوق الانسان وهذا الشعار العظيم، لانه من ساعه ما الرئيس اتكلم يا جماعه في فرنسا وانت كنت موجود يا عمرو ورامي وكده، من ساعه ما كنا موجودين في فرنسا رامي ما كانش موجود. إيه؟ انت ما كنتش موجود معايا بقى، موجود معاكم بروحي ده اكيد. يعني هو متوقع ان انت اكيد كنت موجود. حاسس انك جنبي على طول. انا طبعا هو بيعزك قوي يا رامي. ده عمرو اكلنا شاورما جامده قوي على فكره، غريبه. لا كان هايل. من ساعه ما كنا موجودين في مفاهيم حقوق الانسان بتختلف. انا خليني اقول كلمه نفسي بس اوصي بيها، ولو تحبوا نتحاور عليها، احنا عايزين يا جماعه الافكار النقاش اللي هيدور في المؤتمر نفسي اشوفه عالمياً. نفسي اشوفه في المدارس، ونفسي اشوفه في المناقشات في جوامع، ونفسي مؤسسات اعلاميه تكمل هذا الحوار. صح. بعد ما يدور في المؤتمر تبقى في حلقات قدامنا جلسات متعدده. كم جلسه يا رامي انت عندك؟ 60 جلسه مثلا؟ لا 3 اوائل عندنا، 35 جلسه. يبقى احنا عندنا جلسات ثانيه. انا نفسي ينعكس ده على المدارس، تشتغل عليه الاعلام، يشتغل عليه كله، يشتغل عليه. ونفسنا كمان المراه قبل ما تقدمي يا هناء يبقى لها مساحه كبيره في الجلسات ومشاركتها على المستوى السياسي والاقتصادي، والمراه كمان في سيناء.